يسعد صباحك يا بلادي، أهل السهل وأهل الوادي، بحجارك نقرأ تاريخك وبناسك نلقى سوادي. صوبك يا راجب شدينا، على أهل الشومة لفينا، ديوان العجلوني عامل يوم ينخانا لبينا. هاي اخوي بلال، هون المنطقه بسموها دير مسمار، نسبه لراهب قديم اسمه مسمار. دير مسمار طبعا تلي هناك كان في كنيسه قديمه، بس طبعا هدمت. ظل بقايا فسيفساء منها. وهون مشيك في فوق شيك في كنيسه فوق الشجر هاي. ولسه في بقايا اثار. بقايا اثار طبعا. احنا ماشيين بالمسير ومكملين، وكل شوي قاعدين نكتشف شغله جديده وحشو. يلا يا أخي، للأمانة أنا مستوعب جمالية المكان. السياح شو ردة فعلهم أول ما يجوا هان؟ السياح أول ما يدخلوا بنصدموا. وأزيدك من الشعر بيت، الأردنيين في منهم ما بيعرفوا المكان بنصدموا بس يدخلوا. فكروا حالهم متأكدوا من جواز السفر. بحكي لك أنا صديق. وين سافرت؟ طبعاً هون هاي نبتة العليك، إحنا بنحكي لها هي التوت البري، بس حالياً مش موسمه. وبتنشهر برضو بالدفلة اللي هو الوردة. هاي دفلة. نعم. هذه جذورها سامة؟ هاي تقريباً النبتة كلها سامة، بس الجذور أشد سمية. بس تنحكي فيها، هسا نقطع هيك؟ هان خيو شو في هان؟ هيك احنا تقريبا دخلنا قلب الوادي، يعني زي ما بيحكوها. هذا نبع مي صافية صالحة للشرب. هذا صالحة للشرب؟ صالحة للشرب. يعني اكيد كلكم عارفين شو معنى نبع يا اخوان. نبع يعني سابقا كنا نقول عنه غدير، كوف شب غانمين وحركات. يعني كل حبكات المسلسل المسلسلات البدوية تبلش من الغدير، من هنا قصص شهامة وقصص كرامة وقصص حب وقصص. شو موتكو هنا يصير بالغدير وشلال هسا؟ وهون أول شلال راح نلتقي فيه. أول شلال. نعم. غير هذا. هذا صغير قدام بتشوف. هذا زحلق تحلق عليه. تاركين لك المفاجأة تحت. هذا الشلال الثاني، كنا قبل شوي صورنا عند شلال أصغر، هذا شوي الشلال أكبر. شو وضعه هذا؟ هذا الشلال الثاني مسارنا. طبعاً إحنا كل ما نزلنا تحت يكبر الشلال. الشلال راح يطول. في لسه قدامنا شلال الإنزال وشلال المناظر. الإنزال والمناظر كلهن أكبر من اللي هان. كله أكبر من الشلال هذا. ميت باردة عذبة عذبة عذبة. شو اللي وراك هذا؟ بالله تعال. الصاج هذا خير. شو ما جعت أنت؟ أنا صمغت عيدت. اسرع شوي لقدام، راح اعمل لك اذكى قلايه فندوره توكلها بحياتك. سلام عليك. حاط اغراض معك بالشنطه؟ كل شيء جاهز. غد يلا على الانزال. على الانزال قلايه متنا. اتوقع ان احنا وصلنا شلال الانزال. شلال الانزال الشلال الثالث. هذا الثالث اكبر. نعم. هذا اكبر ولسه تحته اكبر. شو تصير قصص سواليف شغلات غريبه هالنعم هون؟ أكثر شيء بتستغربوا السياح لما يجوا هنا أعمارهم بين 70 و80. 70 و80؟ شايف قديش الوادي فيه وعورة؟ بنزلوه بكل سهولة وبنزلوا على الحبل من هون. 80 سنة ينزل على الحبل من هان. 45 عنا يصلي على كرسي ومعاه ضبارة يراجع على المدينة، يقحهم وماشي مو قادر يمشي. 80 قلت لي؟ 80. المطلع الله. يلا 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 يلا. إن الصمت في حرم الجمال جمال. تفضل وأنا ما راح أسولف. سولف أنت. هاي الشلال الأخير شلال المناظر.
المناظر. المناظر نعم. مناظر. طبعا في كهف مائي هون بالشلال. أيوه. وفوق هذا الشلال في شلال اسمه الشلال المخفي. مخفي. نطلع له تسلق من هون بس صعب حاليا. مين اللي يطلع له؟ احنا لما بيجي جروبات بس مش الكل. فكرت انا. لا المختصين بس. كويس. هنبط قلبنا الجوع. يلا. صحيح في سؤال أنا سألتك إياه، هم ليش سموها راجب بالأساس؟ الاسم مأخوذ من اسم رجابة اللي هو كلمة يونانية قديمة. واليونانيين شو لهم دخل يسموها؟ شكلهم سكنوا هون. معلومة جديدة. خلينا نقول بس هو اسم يوناني. لحمة مع بندورة كيف كيفكم. هيك احنا وصلنا نهاية المسار. هون ببلش منتزه راجب 400 متر بنطلع منه وخلصنا. هيك خلصنا؟ بالضبط. هو صحيح متعب بس للأمانة حلو. يعني حلو يستحق. هو التعب اللي ممتع. بالضبط. بس أنا سامع صوت. والله حبينا نجهز لك هيك مفاجأة. منتزه راجب يستقبلوك شباب من راجب فرقة. سوي الرقصة. يلا يا سيدي. تفضل. عيهم. شيل. عافية. تجينا كثير أيام وننساها وأيام تجينا ونظل متذكرين. أنا ود أقول إنه أكيد هذا اليوم راح يظل ملزق بذاكرتي أنا تحديداً. من راجب العودة لعمان أدير طلبتها لها ويسعد صباحكم.